الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. صدق الله العظيم. اللهم اجر الحق على لسنتنا والهمنا العمل به. اللهم ارزقنا الصدق في القول وفي العمل. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والسداد في الخطى. اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامجكم الطبي اليومي الداء والدواء الجزء الثاني. تحدثنا بالأمس عن موضوع مهم جدا وهو الحجامة، وتحدثنا عنها سريعا. والنهاردة قبل ما أبدأ كلامنا بقى عن أهمية الحجامة وإيه هي الحجامة وإمتى نقدر نعملها والحاجات اللي أنتوا أكيد مشتاقين إن أنتوا تعرفوها، خلونا قبل ما نبدأ الكلام ده كله نؤصل أيضا للحجامة من الناحية الدينية. أحاديث الحجامة في سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا وتعلو عن 60 حديث، ولكن هحاول معاكم، وطبعا برضو هقولها تاني، أنا لست بعالم دين ولست بفقيه، ولكن بسؤال علماءنا الأفاضل وبالاستعانة بهم قدرنا أن احنا نؤصل للحجامة من الناحية الدينية. هستعرض مع حضراتكم بعض أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم بالأسانيد الصحيحة الكلام اللي ورد فيه الحجامة، علشان نقدر بعد كده نتكلم عن الحجامة من الناحية الطبية. وقد يكون هذا السبب أن تطاول كثير من الأطباء للأسف على حجامة، يعني للأسف ده حصل. مش هنشكك في حد ومش ندين حد، ولكن لهم حديثهم ولنا حديثنا. بنقول إن الحجامة في السنة النبوية أحاديثها كثيرة جدا، ولكن خلونا مع بعض في أحاديث الحجامة الواردة والمثبتة عن الرسول كثيرة تربو على 60 حديث زي ما قلنا. يكفينا إن احنا نذكر أهم هذه الأحاديث وإسنادها وما جاء في فضلها. أخرج البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة محجم أو شربة عسل أو لزعة بنار توافق الداء، وما أحب أن أكتوي. صدق الرسول صلى الله عليه وسلم. في حديث آخر ثبت في المسند وسنن أبي داود وابن ماجة ومستدرك الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن كان في شيء مما تداويتم به خير فالحجامة، إن كان في شيء مما تداويتم به خير فالحجامة. والحديث ده عن أبي هريرة خاص الحجامة فقط، يعني ما فيش شربة ماء شربة عسل ولا كي بالنار، لا ده خاص الحجامة فقط، إن كان في شيء مما تداويتم به خير فالحجامة. وأخرج البخاري في الصحيح وابن ماجة في السنن وأحمد في المسند عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشفاء في ثلاثة: شربة عسل وشرطة محجم وكية نار، وأنهي أمتي عن الكي. صدق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفي الصحيحين من طريق حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه أنه سئل عن أجرة الحجام، فقال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حجمه أبو طيبة وأعطاه ساعين من طعام، يعني اداله أجره، وكلم مواليه فخففوا عنه، وقال: إن أمثل ما تدويتم به الحجامة والقسط البحري. ده برضو لفظ آخر أو حديث آخر للرسول صلى الله عليه وسلم: خير ما إن أمثل ما تدويتم به الحجامة والقسط البحري. القسط البحري ده عشبة لها مجال طويل قوي وليها أبحاثها، وهي قولة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. هرجع تاني لأول حلقة لو تتذكروا، إن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم في الناحية الطبية مصدق 1000%، ومصدق بأبحاث ودراسات كلفت الملايين من الدولارات، ولكن يكفينا نحن كأطباء مسلمين أن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيقول: إن أمثل ما تدعيتم به الحجامة والقسط البحري. حديث آخر أخرج أحمد في المسند والترمذي وابن ماجة في السنن والحاكم في المستدرك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما مررت بملأ من الملائكة ليلة أسري بي إلا كلهم يقول لي: عليك يا محمد بالحجامة. صلى الله عليه وسلم في الإسراء
الرسول صلى الله عليه وسلم. أقوله تاني الحديث ده لأنه جميل جدا، أخرج أحمد في المسند والترمذي وابن ماجة في السنن والحاكم في المستدرك عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما مررت بملأ من الملائكة ليلة أسري بي إلا كلهم يقول لي عليك يا محمد بالحجامة. صدق الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هي توصية الملائكة أو هدية الملائكة إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، والذي لم يبخل بها عن أمته. الحديث التالي أخرج الترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة أسري به أنه لم يمر بملأ من الملائكة إلا أمروه أن مر أمتك بالحجامة، أن مر أمتك بالحجامة، يعني هدية من الملائكة إلى أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أخرجه ابن ماجة من حديث أنس رضي الله عنه، والحديث بمجموع طرقه يرقى إلى درجة الصحة. آخر حديث سنتناوله مع بعض في مسند أحمد عن أيوب ابن حسن ابن علي ابن أبي رافع عن جدته سلمى خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: ما سمعت أحدا قط يشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا في رأسه إلا قال احتجم، ولا وجعا في رجليه إلا قال اخضبهما بالحناء. صدق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الحديث ده عن سلمى خادم الرسول صلى الله عليه وسلم قالت: ما سمعت أحدا قط يشكو إلى رسول الله وجعا في رأسه إلى رسول الله إلا قال احتجم. النقطة دي لفتت نظري جدا، لأن الحجامة أكثر نتائجها مبهرة في الطب هي في آلام الرأس والصداع وفيما يلم برأس الإنسان، ودي خصها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. دي الأحاديث تقريبا اللي قدرنا إن إحنا نقول إن هي سليمة ومسندها سليم وصحيحة 100% بل 1000%، ليس بها أي حديث قد نجد أنه ضعيف أو يشكك فيه أو في روايته. كل هذه الأحاديث تلفت نظرنا إلى شيء مهم جدا، إن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالحجامة. طب هل معنى هذه المقولة إن إحنا ما نتداواش ولا نتعالج إلا بالحجامة أو بشربة العسل؟ لا، هي دي النقطة برضو إلا الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى إن أنا أسأل أهل العلم. علاج الغي أو الجهل هو سؤال أهل العلم. وأوصى أيضا صلى الله عليه وسلم أن نقصد الأطباء العلماء في مجال الطب والتطبيب، وأن نبحث عن الماهر فيهم، يعني مش مجرد دكتور بس أو طبيب بس، لا ده أنا هدور عن واحد كمان متخصص في المجال اللي أنا عايزه. معنى كده أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقف بالتطبيب أو بالطب عند الحجامة وشربة العسل، ولكن عندما أخذ بيهم كسنة للرسول صلى الله عليه وسلم، وبالجانب الآخر باخد بيهم من الناحية الطبية، أعتقد أن إحنا زي ما بنقول في المثل البلدي بتاعتنا هنضرب عصفورين بحجر. يعني دي النقطة المهمة قوي، ما نخليش تفكيرنا قاصر، ما نخليش أذننا تسمع إلى من يقول أن هذا جهل وهذا رجوع إلى عهد الظلام إلى آخره. وزي ما قلنا لهم حديثهم ولنا حديثنا، إحنا بنتكلم بطرق طبية، بنتكلم بأسانيد دينية عن طريق الفقهاء والعلماء والمشايخ جزاهم الله خيرا، بنتكلم بنجمع ما بين الاثنين، وبالتالي نقدر إن إحنا ولله الحمد عدها تاني أرد تاني على البروفيسير الصيني اللي تقريبا من 15 سنة قال لي كلمة وجعتني قوي، والحمد لله قدرنا بفضل الله عز وجل إن إحنا نرد عليه. هنكمل مع بعض تاني الحجامة وفوائدها بعد ما عرفنا التأصيل الديني لهذه الطريقة من العلاج. إلى أن ألقاكم غدا بمشيئة الله تعالى، أسألكم الدعاء وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.